واحد، اثنان. سمو الأميرة وصلت. انظري إلى هنا رجاءً. انظري إلى هنا. هذا رائع. شكراً. بسرعة. هيا أسرع. وصلنا. هيا. وصلنا. هيا. أتسمحين؟ حسناً جاهزون. هيا ابتسموا. واحد، اثنان، ثلاثة. أحسنتم. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكراً. اللقاء. شكراً. اللقاء. شكراً. شكراً. ابتسمة. انتهيت. سأبدل ملابسي. أو مهلا سول. عذرا، هل أنت المسؤولة عن هذا العرض؟ أجل، أنا من وزارة الخارجية. الأميرة ستيلا في زيارة لكوريا وهي تود أن تتصور مع العارضة. تتصور؟ أجل. أنا آسفة، أنهت العارضة عملها لليوم. سأتصل بها. هل وفقت؟ لا ترد على هاتفها. حسناً، أمهلني 5 دقائق. رسمية. اعذرنني من فضلكم. أنت الأميرة؟ أنا أحتاج إليك. هذه غرفة خاصة للنساء، كيف دخلت؟ فلنتكلم في الخارج. المعذرة.
هيا. دعني وشأني. هيا، أنا من وزارة الشؤون الخارجية، أريدك أن تمددي عملك. هل تفهمين؟ يمكنني سماعك من دون أن تكون ممسكا بيدي، لما لا تتركها أولا؟ آسفة، أنا مشغولة، أنهيت عملي لليوم. مهلا، لن أخذ من وقتك الكثير. هذه مسألة حياة أو موت بالنسبة إلي. تأخرت كثيرا على عمل الآخر، أرجوك. لا وقت أضيعه، لما لا تكونين متعاونة؟ معقول؟ هل أنت دائما فظ مع الغرباء؟ وكأنك ستعوض علي أن خسرت وظيفتي. سأدفع لك. ها؟ سأدفع $100 في الساعة الواحدة. 100 عدا ونقدا. انظري إلى هنا. لو سمحتي انظري إلى هنا. انظري إلى هنا من الجنة. عنقيها. ابتسمي أرجوك. عنقيها. رائع. انظرا إلى هنا. أجل أحسنتي. رائع. ابتسامة صغيرة. انظرا إلى هنا. أحسنتي. إذا كم ستدفع لمعلوماتي؟ لست مهتما لها. ماذا قلت؟ هل ستتصرف بتعال كونك غنيا؟ ماذا لديك؟ الرئيس يبقي كلمة متلفزة الآن. البيت الأزرق في حالة استنفار. إنهم دائما في تلك الحالة. ما هو جديدك؟ سوف تعيد الحكومة العائلة الملكية. الملكية؟ أوه، هذا مستحيل. انظري إلى هنا. أيها الشعب المميز، باسمي السلطة الممنوحة إلي، أود كرئيس أن أعيد عائلتنا الملكية إلى نظام حكمنا، وذلك من خلال عملية تصويت. ستكون العائلة الملكية مركزاً لأمتنا وأساساً آمناً لكل أجيالنا الصاعدة، كما أنها سترفع كل الوطن، وذلك من خلال استعادة تاريخنا الذي دمرته القوى الأجنبية. هل هذا منطقي؟ هل العائلة الملكية ستعطي الأمان لوطننا؟ أنا لا أوافقه. إن الرئيس يدير ظهره بكل بساطة للديمقراطية التي حققناها بدمائنا وأرواحنا. سيدي، هل أنت بخير؟ أنا سوسون وو، أعارض بشدة استعادة العائلة الملكية الحكم، وإن أدى هذا لخسارة مسيرتي السياسية. الرئيس سيمضي بالأمر سواء وافقت الأحزاب المعارضة أم لا، وسيحدث انقساما وسطيا بين وزارتنا والعائلة الملكية. عن أي عائلة ملكية يتحدث؟ ألم يكن الأمر رائعا لو كان لدينا أميرة مثلها؟ ألا تبدو الأميرة ستيل كإحدى نجمات هوليوود؟ قالت بأنها تحب الرجال الوسيمين. لقد أحسنت. أديت لك العمل وقمت بما طلبته مني كما اتفقنا تماما، فأين أجري؟ لحظة. شكرا لك. لا تقل إنك غيرت رأيك، إن اتفاقنا واضح، أتلقى المال بعد أن أنتهي من التصوير. الشيك $1000. ها؟ انتظري قليلا، لا فكة لدي. ألديك فكة لتعيدي الباقي؟ أرسلي رقم حسابك برسالة على هذا الرقم وسأرسل لك المال على الفور. ولكن هذا أمر غير مقبول، عليك أن تدفع لي نقدا وفي الحال. اعذريني سيد أو. ماذا قلت؟ نعم، أرسلي الرقم. سوف آتي في الحال. أين تذهب؟ يا إلهي، إلى اللقاء. ماذا؟ انتظر لحظة. هاي مهلا، انتظر. أيها اللص الحقير، ارجع إلى هنا. مهلا، انتظر، ارجع إلى هنا. مهلا. جدي، هل أنت بخير؟ سيدي الرئيس، أنا بخير لا تقلق. لماذا تستمر بالمجيء إلى هنا؟ الدكتور هونغ ينتظرك منذ أكثر من 3 ساعات. اصمت، أقفل سترتك فورا وانحني له. لا وقت لدي لهذا.
أليس لديك 5 دقائق؟ لا، بالنسبة لأمر لا أرغب بفعله. أخبرني فقط، من هو هذا الشخص المدفون هنا؟ في الوقت المناسب سأخبرك بذلك. لقد مضت 20 سنة. حسناً، لا بأس، لن أسألك عن هذا مرة أخرى، لذا عش طويلاً، لأنني عندما تموت سأنقل هذا القبر وأبني منزلاً هنا. سوف يذهب الآن. هي يونغ، سألحق به لأقنعه بالعودة. صاحب الجلالة، لقد كنت منتظرا فترة طويلة، والآن تلك الأمور كلها أصبحت جاهزة الآن. تستمتعين بلعب دور الأميرة لدرجة أنك نسيت أمر عملك الثاني مجدداً. لقد خدعت اليوم. لقد أسأت التعبير، أنت تقصدين بأنك خدعت أحدهم وليس العكس. هي، هذه الحقيقة، كان سيعطيني أجري بعد التصوير، ولكن من حظي السيء كان لا يملك سوى شيك بقيمة 1000 دولار، ثم أعطاني بطاقته وطلب مني أن أراسله. أهو جميل؟ ربما، أقصد لم يكن مظهره سيئاً. عندما قلت له علي الذهاب إلى عمل الثاني أمسك بذراعي ليمنعني من المغادرة. صدقيني لم أملك أي وسيلة للهروب. إنها تتباهى أمامنا بشأن إعجاب شاب بها. هذا يبدو كحلم يقظة أكثر من أنها تتباهى، صحيح؟ كفى. مرحبا. مرحبا بروفيسور نيم. ماذا؟ التسريحة، تفضلها هكذا؟ توقفي عن المزاح، احجزي لي غرفة سأسافر إلى مصر. حسناً. بالمناسبة، لا تحجزي في فندق رومانسي فأجواؤه صاخبة. أجواؤه صاخبة، يا للهول. هاي، في أي فندق حجزت له المرة الماضية؟ أخبرينا أين؟ أين؟ ما رأيك أن نرافقه أيضاً؟ منحرفة، اذهبي إلى صفك حالاً. لطالما تعلمنا أن آخر ملك لكوريا كان سونغ جونغ، وكلنا نعلم أنه لم يكن له وريث، إذا من سيكون وريث العائلة الملكية الجديدة؟ بعض المؤرخين أصروا على أن للملك ابناً غير معروف، وحتى الآن يبقى هذا الأمر غامضاً بعض الشيء. يبدو أكثر وسامة هكذا، كيف يكون بهذه الجاذبية؟ أشبعي نظرك منه الآن، فلن تريه خلال العطلة. هذا الأمر ينطبق عليك أيضاً. نظري سيشبع منه تحت أشعتي شمس مصر الحارقة. ستلحقينه؟ مصر ليست بقرية صغيرة قد لا تلتقين به هناك. ألا تستعملين عقلك للتفكير؟ علماء الآثار يقصدون أماكن محددة، علي أن أنتظره لفترة محدودة جداً أمام الأهرامات. سوف أنتظر حبي الحقيقي داخل الأهرامات التي تحمل الغموض منذ آلاف السنين. المسألة مسألة وقت وحسب. ليسول،
نائمة؟ أستاذ لا تذهب وتتركني هنا. أستاذ نيم. ماذا؟ لقد ناديتني للتو. أنا آسفة أستاذ، شردت بفكري بعض الشيء. شردت بفكرك وأنت تفكرين بي، معقول؟ واو. حسنا، أتمنى لكم عطلة أسبوع سعيدة، أراكم لاحقا. سمعت ما قاله؟ الأستاذ علم وأحب أنني كنت أفكر فيه. ماذا؟ ليونغ؟ غفوت وغفلت عن هذا. الملك سونغ جونغ كتب رسالة شخصية وهذه نسخة عنها، وهي الإثبات الحاسم الذي يؤكد وجود الأمير يونغ. اسمعي، توقفي عن ملاحقة الأستاذ نيم، يبدو أن له حبيبة. ماذا؟ لماذا؟ ماذا تعنين بلماذا؟ ويشاع أنه حبه الأول. حبه الأول؟ هل التقاه وهو بعمر الرابعة؟ وفقاً للشائعات التي سمعتها، يقال بأنها رائعة الجمال، والأهم من ذلك أنها فاحشة الثراء. وهي مديرة متحف هايونغ. الأستاذ يحب امرأة عجوز؟ إن كانت مديرة فعمرها 40؟ لا، 50؟ يقال إنها أصغر من أستاذنا. الأمر غريب بعض الشيء، المديرة تكون كبيرة. أنا فقط أنقل لك ما سمعته. شكراً لمرافقتك، إلى اللقاء. لا داعي لأن تشكريني، سوف أدخل معك أيضاً إلى المتجر. مجدداً؟ أيتها الحقيبة، لا تبدين جميلة في الصور. أنت الأفضل، تحفة فنية. تعالي ساعديها. المعذرة سيدتي، يمنع التقاط الصور داخل المتجر. أنا آسفة حقا، أدرك أن المسألة مسألة حقوق، ولكن ألا يحق لي التقاط صورة بما أنني سأشتريها؟ تنوين شراءها حقا؟ قريبا جدا، لكن ما زال ينقصني 200 دولار. برأيك هل تصمد هذه أمام العواصف الرملية؟ لما تسألين هذا السؤال؟ لأنني سأخذها إلى مصر، لذا إياك أن تبيعيها لأي شخص آخر، وامنعي أي شخص من التقاط الصور معها، اتفقنا؟ خليلي هيا. اتفقنا. هيا. موظفتكم لطيفة جدا، لذا سأحرص على شراء حقيبة سفري من هنا فقط لأجلها. سيدتي أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا لك. لا تذهبي من هنا، قريبا سأخذك. سيدتي مهلا، أرجوك توقفنا عن صنع هذا النوع، ولم يتبقى سوى هذا. إنها الأخيرة. حقا؟ لما لم أسمع عن هذا؟ وكيف ستسمعين بهذا؟ سيدتي أنت تتكلمين وكأن لك صديقة تعمل في المتجر هنا. هل حقا هي الأخيرة؟ ماذا أفعل؟ كنت أدخر على مدى عامين لشراء هذه الحقيبة. لم تدخري سوى 300 دولار على مدى سنتين؟ كانت حياتي صعبة في هاتين السنتين. سأشتري تلك الحقيبة، لذا لا تجرئي على بيعها. سأتقاضى أجري وسآتي لشرائها، فاحتفظي بها، مفهوم؟ حسناً، أكلمك لاحقاً. مساء الخير، أهلاً بك. أستطيع أن ألقي نظرة؟ بالطبع، تفضلي. أيمكنني أن أرى هذا؟ لحظة واحدة. هذا رائع أيضاً، وهذا.
حسناً، سأريه لك. وهذا، أريني هذا الخاتم من فضلك. عن أي واحد تتكلمين؟ هذا جميل، وهذا؟ أتعنين هذا؟ دعيني أرى هذا. حسناً. الموجود في الوسط، وهذا أيضاً. آنستي؟ ماذا؟ أنا آسفة حقا، ولكن كلها جميلة وذهلت بها. كم ثمن هذا الخاتم؟ 4000 دولار. واو، معقول؟ يعادل الفصل الجامعي. وهذا أهو باهظ الثمن؟ 6000. 6000؟ واو، ثمن مجرد خاتم. غلي في هذا. التقيتك عصراً صحيح؟ سمو الأميرة، قلت لي إنك مشغولة جداً. لقد أنهيت عملي منذ ساعة وقد وصلت متأخرة. هيا الآن أعطني نقودي. أريد رقم حسابك. علي العودة إلى المنزل لأجلبه فلا أذكره. ألا تذكرين 11 رقماً؟ فتحته مؤخراً لذا لا أتذكر. ستدفع الآن أم تقسطه؟ سأدفع الآن. ستدفع ثمنه؟ 6000؟ واو. سيدي من فضلك وقع هنا. حسناً. شكراً جزيلاً لك، تفضل. سيدي متجرنا يقيم عرضاً لو أخذت إيصالك وذهبت. لا داعي لذلك. تذكرت الأرقام؟ لا، أنا لا أذكرها. إذن أرسلي الأرقام لأحول المال. عذراً. واو، إنه جنون فعلاً، لقد رأيت ذلك. عفواً؟ 6000 نقدة؟ هذا رائع. أرجو المعذرة. إلى متى تنوين اللحاق بي؟ أرى أنك قد تجد أنه من الغريب بعض الشيء أن أطلب منك هذا الأمر، ولكن حتى أنا نفسي لا أعلم من أين استمديت القوة. لقد وقعت في غرامي. ماذا؟ لا يهم، انسى الموضوع. لا يمكنني ذلك. هي، يمكنك الكلام. لن نرى بعضنا بعد الآن، فلا تحرجي. هذا رأيك؟ في الحقيقة الإيصال الذي استلمته بعدما اشتريت الخاتم، إن كنت لا تحتاجه هل يمكنك أن تعطيني إياه؟ لماذا؟ تحصل على قسيمة شرائية إن كنت تحمل إيصالاً بمبلغ يفوق 3000، وأنت لن تحتاج للإيصال، ولكن القسيمة مهمة جداً لأرجوك. لحظة. أويون جو، أجل، كيف هي تحضيرات العرض؟ تعلم أن احتفال ذكرى 20 لمعرضنا غداً؟ الموظفون عانوا الكثير وتعبوا كثيراً بسبب مديرتهم الطموحة، لذا كنت أتساءل كيف أكافئهم على جهدهم، فقررت أن أصرفهم وأنظف لهم المكاتب. سأرسل لك شخصاً.
لا تفعل، أنا أشعر بالمتعة لهذا. أنت حقا مجتهدة في العمل. إن أتيت لحضور الحفل غدا فسأنسى كل تعبي. حسنا، إذا سأراك غدا. اتفقنا؟ آنستي. أنا هنا. هو ماذا تريد؟ أخبريني، أنت طالبة؟ هذا مؤكد، ألا يبدو علي ذلك؟ في الحقيقة لا، لهذا سألتك. يبدو نظرك ضعيفا، لما تسأل؟ كنت أتساءل إن كان بإمكانك القيام بتنظيف بعض المكاتب والدفع. أوه، ما رأيك $30 والإيصال؟ كانت تلك حبيبتك التي تعمل جاهدة؟ لما تسألين؟ حب من طرف واحد، صحيح؟ مستحيل. حسناً، سوف أعود، عليك البقاء هنا وانتظاري، وسأنقلك من حب من طرف واحد إلى علاقة حب كاملة، اتفقنا؟ وتحسباً، سأخذ مع الإيصال. إلى علاقة كاملة؟ أتصرف بحماقة. مهلا. ألا يمكنك أن تنتظرني؟ أرى أنك لا تملك الصبر أبدا. خذ. لكن ما هذا؟ أمخبول أنت؟ ماذا؟ مخبول؟ يا إلهي، اسمعي، قد لا تكونين على علم أنني لست ممن يمكنك نعتهم بالمخبولين أبداً. انسى ذلك، أنت رجل ثري وحبيبتك ثرية أيضاً. أتعتقد أنها ستعجب بك لمجرد أنك اشتريت لها خاتماً باهظ الثمن؟ وبجلب امرأة لتنظف؟ لكن عادة حين تتلقى المرأة ما لم تتوقعه من شخص معين تقع في غرامه على الفور. لذلك خذ هذه القفازات ونظف بنفسك، وبحلول العام المقبل سوف تحتفل بولادة أول طفل لك. أول طفل؟ هاي، لا تكن سعيداً جداً، تبدو سطحياً. هل أنت مغفلة أم ماذا؟ سأحتفظ بهذا وسأخذه عوضاً عن أجري. حظاً سعيداً، بالتوفيق. أنت لست في طريقك إلى هنا مع بعض القفازات، صحيح؟ سأغادر العمل الآن، أراك غداً عند مساء. لابد أنني مجنونة، حتى زجاجات النبيذ رتبتها وفقاً لجدول العائلة الملكية. سأبقى متوترة حتى الغد، سأعود إلى المتحف لأتأكد من الوضع. اجلسي يونجو، أنت وأنا التقينا منذ 10 سنوات في مثل هذا اليوم. 10 سنوات؟ كل هذه الفترة؟ ألهذا أصريت على رؤيتي اليوم؟ بل لأنني لم أرك منذ مدة. أنت حقا غاية في الرومانسية. لا تبتسمي، سأرغب في ضمك. لقد جعلتني أشعر بالارتباك، فكلامك رائع. هناك أمر مثير أكثر مما ظننت. ما سر هذه السعادة في عينيك؟ تشعر بالفضول؟ سترى بنفسك. هل تعلم من سيأتي لحضور المعرض غدا؟ تبدين متحمسة جدا، هل سيحضر حبك الأول؟ أنا هو. بل الرئيس. مهما كنت منشغلاً، عليك أن تأتي غداً لحضور الاحتفال. أشعر وكأنني في البلاط الملكي. أنا حقاً فخور بك. لا ترتبكي، ابقي مطمئنة. بعد حفلة الغد
لا أحد سيسخر منك، لأن الكل سيعرف أنك مديرة شابة مميزة قديرة وذات خبرة أيضا. لكن لو استطعنا أن نجد رسالة الملك. ألم تستسلم حتى الآن؟ لن تعثر عليها بمفردك. هناك من سيساعدني، رجل لديه بعض المعلومات، ولكن هذا سيتطلب بعض الوقت. سوف تسمع أخبارا جيدة عن المتحف في الاحتفال. ماذا؟ ماذا تخفين عني؟ هذا السر، ستعرف في الوقت المناسب. صحيح. أوه ليدان، القفل لا يعمل. هل غيرت الرمز السري؟ ظننت أنك لست في المنزل. كنت نائمة؟ أريد البقاء وحدي. ها؟ أريد البقاء وحدي، غادري فورا. أخبريني، ما خطبك الآن؟ هل أنت مستاءة؟ تريدين بعض الدجاج؟ أريد أن أقضي الليلة وحدي، ألا تفهمين ذلك؟ أليس لديك أصدقاء؟ بلى لدي الكثير، لكن ليس لدي المزيد من الأعذار لكي أمكث عندهم حين تتصرفين هكذا. ولا يهمني ماذا سيقولون عني، إنما أنا قلقة بشأني ما سيقولونه عنك أنت. لو كنت قلقة لما كنت تبعتني إلى سول. أوه مهلاً ليدان، ليدان، بالله عليك، هاي، كيف ترمين فرشاة أسناني على الأرض؟ ترى إلى أين سأذهب الآن؟ سول؟ أستاذ نيم، سيدي ما الذي تفعله هنا؟ لقد نسيت بعض الأوراق، ماذا عنك؟ وأنا أيضا نسيت شيئا هنا. إنني جائع، تطعمينني معك؟ إنه لذيذ. أستاذ نيم، لما لم تتزوج بعد؟ كي لا أفقد شعبيتي. أنت تكذب، ستحزن حبيبتك إذا سمعتك تقول هذا. يقول الطلاب إنها فائقة الجمال، هل هذا صحيح؟ طلابي؟ هل يكذبون؟ لا أبداً، محقون. حسناً، كيف تبدو في نظرك أيضاً؟ مثيرة، ظريفة، بريئة، أم ماذا؟ أيهم أنت؟ ها؟ من أي نوع أنت لأرى على أي معيار سأجيبك؟ أستاذ نيم، ألا ترى من أي نوع أكون؟ لدي كل المواصفات. لا أظن ذلك. أرى أنك لا تنخدع. إذا كنت انتهيت لنذهب، هل تركبين الحافلة أم القطار؟ يمكنك أن تذهب أنت، سوف أبقى لبعض الوقت. لماذا؟ طلبت مني الأستاذة تحضير بعض الأوراق، لذا سأبقى لإنهائها. حسناً سأذهب. هناك بطانية داخل الخزانة. حسناً. ماذا؟ كيف علم أنني سأنام هنا؟
إنه كتاب الأستاذ نيم؟ رائع، لابد أنه يقرأ كتبه أيضاً. أويونجو؟ 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 من أنت؟ مديرة متحف هايونغ؟ هل هي حقا مديرة متحف؟ هاي، هذا مستحيل، لابد أن هذه إشاعة. ممنون من هنا. حسنا، شكرا لك. من فضلك انظري هنا. قلت لك ممنوع. بالإذن. غير معقول. لا، لم أتوقع أن أراك هنا. حسناً، كما ترى فأنا لدي ذوق خاص. ألم تلحقي بي؟ ولما أفعل؟ هل تتجنبينني؟ ولما سأتجنبك؟ أنا فقط قلقة بشأن هذه الصدف التي تجمعنا. استدر. ما الأمر؟ مرحباً. مرحباً. كيف الحال؟ أهلاً. ظننتها آتية إلى هنا. تلك المرأة هناك. شكراً على مجيئك. لي الشرف. أتعرفينها؟ إنها مديرة المتحف هنا. لقد تم تعديل صورتها. قالوا جميلة، لا تمت للجمال بصلة. ولكن أنا أراها جميلة جداً. ما هذا الذي تقوله؟ إنها تبدو ماكرة جداً.
كيف يمكن أن تكون مديرة وهي في هذه السن الصغيرة؟ هذا المتحف يعود لمجموعة دايهان. المدير العام سمى المتحف على اسم ابنه هي يونغ. بل أسماه على اسم حفيده وهو يدعى بارك هي يونغ. حقا؟ آه أنت محق؟ أوه أنت ذكي بالفعل. على كل أظن أن تلك المرأة هي عشيقة أحد أعضاء دايهان. ما الذي تقولينه أنت؟ كلامك سخيف. أتقرأين صحف الفضائح؟ إنني أخمن لا أكثر. لما غضبت هكذا؟ أخبئني. ما الأمر؟ أوه متى أتيت؟ وصلت الآن. لديك الكثير من الزوار. أوه. من هذه؟ أوه إنها إحدى معجباتك، رحبي بها. مرحبا، تشرفت بمعرفتك سيدتي. من فضلك اعذراني لحظة. أوه حسنا. مرحبا، كيف حالك؟ هل تعرفان بعضكما؟ منذ متى تعرفها؟ إن الخاتم لها. مهلا لحظة، إنها حبيبتك؟ ولكن ماذا عن الأستاذ نيم؟ من؟ أخطأت القول. Baby, baby, what you got?